أخوان تونس ارتدت عباءة المدنية لقنص سلطة مطلقة. شعارات الحداثة والديمقراطية دفعتهم لاعتلاء المناصب. انتهازية التيارات السياسية منحت الإخوان دفعة للتغلغل بالدولة. الإخوان عمقت الخلاف السياسي بين السبسي ورئيس وزرائه. الغنوشي انحاز إلى الشهد في مواجهة السبسي، مما تسبب في تفاقم أزمة الثقة بينهما وعطل الحلول الممكنة. جماعات المتطرفين قامت بعمليات تخريبية لتحد من شعبية الأحزاب لصالح النهضة. قطر دعمت الإخوان ماليا من أجل السيطرة على حكم تونس. الجارديان كشفت عن صندوق بريطاني شبه سري بتمويلات تصل لمليار جنيه استرليني. الصندوق استهدف مناهضة المعارضة التي دأبت على اتهام الإخوان والحكومة بالفشل. طبقة سياسية متصدعة فقامت الوضع سوءا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2019، وسيناريو مشؤوم ينذر بأن السموم الإخوانية ستحول تونس إلى مرتع للظلاميين.